السلام عليكم أعزائي الطلبة، إن شاء الله نبتدي اليوم موضوعنا حول آخر لاب وهو البفر سوليوشن. وبالبفر سوليوشن راح نحاول أنه نعطي فد مقدمة شرح، وراح نعطي فرد طريقة التجربة شلون نقيسها وشلون نسويها، وبعدين راح نحاول أنه نطلب منكم إن شاء الله إجزام عليها، وهذا هو يعتبر الإجزام الأخير الفاينل إجزام اللي يصير باللاب. زين، البفر سوليوشن كما عرفنا سابقا is a solution that resists the changes in the pH caused by the addition of strong acid or base. لما أنا عندي محلول، بالمحلول أدي أضيف strong acid strong base، المقدار اللي يقدر يسويها resistance هذا يعني بتغيير ال pH. زين، ما يغير الـ pH، هو البفر سوليوشن يمنع تغير الـ pH. It contains either a weak acid and its conjugated base. يعني البفر سوليوشن اللي أخليه بالمحاليل هو عبارة عن weak acid and its conjugated base. The salt of weak acid طبعا. Or weak base and its conjugated acid. Its conjugated acid اللي هو يعتبر the salt of the weak base. Okay. الآن مثال: consider buffer solution that consists of weak acid and its salt such as acetate buffer. Acetate buffer اللي هو عندنا الأسيتات buffer اللي هو CH3COOH. زين، بوجود الووتر H2O راح يعطيني ال H3O plus ويعطيني أيون CH3COO. CH3COO ويعطيني الهيدرونيوم ايون. اوكي، فاذا لما اجي اريد اذا انا عندي هذا يعطيني هذا البلس وهذا الماينس، تمام ولا؟ وهذا يعتبر incomplete dissociation. لكن اذا عندي مثلا هالدور هذا الاسيد الويك او السولت، احنا نسمي احنا عندنا الكونجيجيتد بيز كونجيجيتد العفو كونجيجيتد اوف ويك اسيد اللي هو ان اي سي اتش 3 سي دبل او ان اي، هذا يعطيني الايون الصوديوم ويعطيني ايون السي اتش 3 سي دبل او، تمام ولا؟ اللي هو هذا كومبليت ديسوشيشن. طيب بعد هذا الشيء العمليه ايش راح يسواني؟ وين ذا سترونج بيز When a strong base NaOH is added, it will be consumed by the weak acid. Weak acid, هذا ال weak acid اللي هو قلنا CH3COOH. Okay, forming of conjugated base. تمام، يعني الآن هذا ال weak acid بوجود ال NaOH راح يعطيني ال conjugated اللي هو طبعا ويا ان اي، بس احنا ما نحسب هسه، مو مهم عندي ال ان اي، المهم عندي هذا الايونز اللي هو السي اتش 3 اللي هو الاسيتيت. فاذا وين سترونج اسيد، اذا اضيف لهذا سترونج اسيد اريد اضيفه، سترونج اسيد وين راح يتفاعل؟ It will be consumed by the conjugated base. تمام، فهذا الكونجيكيتد بيز اللي هو هذا الثاني، ها، بوجود الاسيد اللي هو ال HCl راح يعطيني الويك اسيد. لذلك البف سوليوشن راح يشتغل، راح يعمل either it will consume the يعني ال consume ال HCl ويا ال conjugated base or consume the ال NaOH ويا ال CH3COOH ويا ال weak base. بالنتيجة ال pH ما راح تتغير، ال pH راح تبقى تقريبا فد تغيير بسيط تحافظنا عليها ال pH. تمام، هذا اصلا البفر سوليوشن اللي يشتغل. طيب شلون نقيس ال pH؟ pH measurement، pH measurement تنقاس بثلاث شغلات، ثلاث حتى اقيس ال pH عندي ثلاث حالات. اما بالماثماتيكال ميثود اللي هي معتمده على الهندرسون هانزلبيج ايكويشن، زين، أو هذه طبعا معتمدة في حالة إذا كان مثلا for weak acid قلنا ال pH تساوي لنا pKa plus log. زين، دائما عندي حط قوس وهو salt على اليمين على concentration مالت الأسيد، concentration مال الأسيد،
على بالنسبة لهذا. بينما بالنسبة إذا كان for weak base راح نقول أيضا نفس الشيء pH equal to the pKa plus الفرق هنا log أيضا تبقى log هو هنا عندي الكونسنتريشن مال طبعا البيز عليه من على الكونسنتريشن مال السولت. الفرق شوفوا الفرق بينهم يعني واحد عكس الاخ بالنسبة الى السولت اسيد بينما هنا بيز سولت. هذه طريقة الماثماتيكال ميثود وهو سهلة وهذا يتطلب من عندي وجود الكونسنتريشن مال يعني اقل تقدير يكون عندي كونسنتريشن مال السولت كونسنتريشن مال عندي البي كي اي وعندي البي اتش اعرف هذا وحده مدن مجهوله مثلا او المهم واحد مجهول لازم يكون عندي والا ما ينعرف غير باقي الاشياء الا بمعرفه الثلاث مجاهيل الاخرى او يسال على البي اتش فلازم عندي البي كي اي لازم عندي كونسنتريشن مالت السولت او كونسنتريشن مالت الاسيد. لو عندي الريشيو مال دن الثنين الريشيو يعني افرض الريشيو مال دن الثنين هي مثلا على سبيل الفرض 0.1 ريشيو 0.1 فاذا لوج 0.1 اقول والبي كي عندي يطلع عندي ايضا البي اتش. هذا بالماثماتيكال ميثود. كوليمتريك ميثود شنو يعني كوليمتريك ميثود؟ كوليريمتريك ميثود الكوليريمتريك ميثود هي it is the less accurate and less convenient but less expensive than the electrometric method. هي اقل accuracy الاكيورسي مالتها يعني الدقه مالتها مو قويه وهي مو يعني اقل convenient مو ملائمه ولكنها تعتبر cheap رخيصه بالنسبه للالكتروميتريك ميثود. الالكتروميتريك ميثود معتمده عليه من على البي اتش ميتر وهذا جهاز كن نشتريه جهاز البي اتش ميتر هذا بيه سكرين وبي عندنا فد بروب البروب نخليه بمحلول وراسا يقيس لنا ايش قد يطلع عندنا البي اتش مباشره بالمكان بالسكرين هذا بي اتش ميتر. عندنا النوع اللي هو الاخر هو البيبر انديكيتر بيبر انديكيتر ميثود اللي هي نفسها هذا ايضا كوليريمتريك ميثود اللي هي a strip of paper شايفين هذا اللتمس بيبر موجودة تنباع أو موجودة تعاني فالـ color changes تغير بالcolor depending on the pH of the solution وين ما نسوي له immersing للهاي الهاي strip مال paper بالبيكر اللي بيه محلول بس أخلي هاي البيبر داخل هذا رأسا اللون مالته يتغير إلى لون مثلا أصفر يصير يلو اور مثلا ريد لون اور وات ايفر كل لون يعطيني بي اتش رينج اوف بي اتش فلازم اعرف هاي البي اتش. لذلك هذا اللون يعتمد على الفيزيبلتي مالتك يعتمد على يعني فيجوالي فاذا فيجوالي ما كلش يكون دقيق لذلك هو ليس اكيورسي. ايضا نوع ثاني من الانديكيتر هو الليكويد انديكيتر they are weak acids or weak bases that show color changes as their degree of dissociation varies with the pH. So إذا حط عندي بيكر وخلي قطرات من هاي المادة قطرات من هاي المادة تنزل عليها رأسا الكلر مالت راح يتغير مباشرة من خلينا نقول افرض من بلو يصير رأسا إلى يلو أو العكس زين. هذا التغير باللون يعطيني يعني تغير من حامضي إلى قاعدي أو قاعدي إلى حامضي and so on. So the color of the indicator resemble يمثل لي a certain pH value. An example and أكو نوع عندنا يسموه universal liquid اللي هو يحوي كل أنواع ال pH من 1 إلى 11 الرينج كامل موجود. فكل واحد كل لون يمثل لي رينج من ال pH. مثلا هذا universal liquid indicators عادة It consists of mixture of several indicators. عدة indicators موجودات مخبوطة سوية. فمثل بلو مثلا مثل ريد عندنا برومو ثايمول بلو أور ثايمول بلو فينوفثالين and so on. كل هذا اني من يتفاعل ويا هاي المادة اللي موجودة بالبيكر يعطيني فرد لون كلر محدد وهذا الكلر رأسا يعطيني ال pH المطلوبة التي يعني الـ pH مالت المحلول.
النوع الثالث من اللي هي يسموها الالكترومتريك ميثود اللي حكيت عليه البي اتش ميتر، ما يحتاج بعد اعيده بي اتش ميتر. طيب عندنا موضوع اسمه البفر كاباسيتي. بفر كاباسيتي احنا اخذناها شنو معناها، ولكن ما راح نسوي عليها تجربه بالوقت الحاضر. تجربتها مو صعبه، ولكنه يحتاج انه تواجد في المختبر حتى نشرحها. اذا بفر كاباسيتي كتعريف وشغل كذا درسناها بالنظري وتعرفوها. ناخذ هسه شلون نجي نقيس البفر سوليوشن، البفر سوليوشن، ونجي نقيس شلون نقيس البي اتش مالت البفر سوليوشن والتغيرات اللي تصير بها. اللي راح نسويه بالحقيقه هو ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ عندنا 0.2 مول اوف اسيتيك اسيد، 0.2 مول اوف صوديوم اسيتيت، و 0.1 مول اوف صوديوم هيدروكسيد، طيب اند ووتر راح ناخذ، اند ليكويد يونيفرسال. طبعا هاي هذا بالبفر كاباسيتي نحتاج ال 1 مول صوديوم هيدروكسيد. بالنسبه لنا راح نقيس فقط الاسيتيك اسيد والصوديوم اسيتيت. شلون راح نسويها؟ كالاتي. الان عندي هذا هذا عندنا الان هنا 0.2 مول، 0.2 مول of acetic acid acid وراح اخذ 0.2 مول of عندنا صوديوم زين اسيتيت، تمام ولا لا؟ صوديوم اسيتيت. فاذا شو اسوي بالصوديوم اسيتيت والهذا؟ انا خل ارجع لهذه. اللي راح نسويه احنا بالصوديوم استيك اسيد وصوديوم استيت، اللي راح نسويه هندني راح ناخذ رينج اوف كونستريشن، رينج اوف كونستريشن معتمد عليه من على الفوليوم اللي راح ناخذه، الفوليوم راح ناخذه من كل محلول، يعني مل اوف هالقد ملي مول اوف سوليوشن اوف استيك اسيد ومل اوف 0.2 مول سوليوشن اوف صوديوم اسيتيت. فاذا هذا شنو الرينج؟ 46.3 زائد 3.7. الان انا راح اسجلها على الورقه هنا قدامكم كمثال. اول واحد هو شنو عندنا؟ 46.3 زائد شاخذ الثاني، نوعيه الثاني شنو هو؟ كان 3.73. من تجمعهم ذني الثنيه ايش قد يصير؟ تقريبا حجمين 50، يطلع تقريبا 50 مل. زين كل اللي راح ناخذه نفس الحجم، يعني راح ناخذ مثلا الان الحجم الثاني 30.5 بلس 19.5 يساوي لنا 50 مل، ايضا نفس الشيء. كل هذا اخليه، كل واحد اخليه بيكر خاص، بيكر خاص او كونيكال فلاسك او عندنا ماجريك فلاسك. بالنتيجه أنا كنا أخليها بها. زين هذه من خليتها أني كلهن بها؟ هذا واحد يمثل لي الأسيد، واحد يمثل لي البيز، تمام ولا لا؟ الأسيد أو الكونجيجيتد بيز، ليش نسميه بيز؟ كونجيجيتد بيز. فهذا أني الآن الحجم الكلي 50، أضيف له 50 مل أوف ووتر، تمام؟ أيضا هذا كله راح أضيف له 50 مل أوف ووتر. الهدف من عنده ان يوصل المن يصير عندي الفوليوم الكلي. طبعا اكو بعد عندي احجام اخرى، لا تنسون جروبات اخرى يشتغلون عليهن حتى نصير احنا كلامنا مضبوط. فتقريبا خلينا نقول ناخذ 5 جروبات 6 جروبات وتفر. زين فكلهن يصير عندي 100 مل. انا المطلوب من عندي شنو لازم اسويه؟ هو ان احسب الكونستريشن، تمام ولا لا؟ كونستريشن مالت الاسيد والبيز. طيب اجي اقول الان الاسيد ايش قد عندي؟ عندي بي عندي الان الاسيد 100 مل، ايش قد عندي؟ 46 46.3 ب 100 مل الفاينل الكلي 100 مل. وهذا طبعا في اضربه في 0.2 مول، تعالوا لا او العفو قبل ما هذا، قبل ما اضربه في 0.2 مول. الان هذا احوله المن الى الف، لان هذا ب 100، اذا بالف اريده الان لازم احوله تدرون الى ملي مول. الكونستريشن المطلوب هو ملي مول
بير ليتر. تعالوا على، فأولا هذا أضربه، هذا هسه الآن إحنا عندنا الفوليوم الكلي حتى أسويه إلى ليتر، لازم أجي أضربه، لأنه هذا في 100 أضربه في 10، تمام لو لا، حتى يصير عندي بالضبط زين كميته. خل أمسح هذا المليمول، يطلع عندي بالضبط كميته 460، العفو 463، 6 3. طلع هسه عوف البوينتات مو مشكلة، هذا مل من عنده متعول ولا لا؟ هذا المل ايش بيه هذا؟ انا عندي هو 0.2، كان 0.2 يعني الكونسيشن مالته 0.2 مول، تمام ولا لا؟ من خلال السؤال اللي هنا أنا موجود، هذا السؤال شو يقول؟ يقول 0.2 مول، 0.2 مول. زين، فاذا 0.2 مول ايش قد يعني معناها راح يصير عندي؟ يعني 0.2 مول وارد احوله الى ملي مول، احوله يصير يعني 200 ملي مول، تمام ولا لا؟ لانه ال 0.2 هي بالحقيقه 0.2 مول، لازم شو اسوي؟ اجي اسوي اقسمه اضربه في 1000 حتى يصير عندي 200، فيصبح عندي الكونسريشن مالته الان هذا تقريبا، اذا قلنا الان يعني لازم نقسم، فنروح عليه من على الحاسبة، فنروح الحاسبة كالكوليتر، الآن عندي 200 تقسيم ايش قد قلنا؟ 436 يساوي لنا الرقم، يطلع عندي حدود بوينت، عفوا هذا على عيد من جديد، ما اعرف ليش هاي الشكل، ناخذ الكالكوليتر من جديد، ما بيها هيستري، ميموري ما اريد، هيستري ما اريد، كلش ما اريد من عنده، سي اوكي 200 تقسيم 463.43، يعني طلع 0.43.43. هذا مو بد مشكلة، بعد ملي مول هذا أول كونسيشن طلعته. الثاني شلون اطلعه؟ طبعا الثاني هذا الثاني لازم اطلعه اللي هو 0.3 3 7، ايضا على 100 في 10 حتى احوله الى 1000، بعدين اقسمه ال 200 اللي هو ملي مول، وهذا في 10 يطلع تقريبا 37 3 7، فيصبح عندي فيكون الرقم مالته حدود ال 200 تقسيم 37، يصبح عندي 3 7 في 100 على 100 موجود في 10، هذا غلط انا اعتقد، عندي يطلع عندي هذا مو صحيح، يعني هذا يطلع بحدود 0.03، تمام ولا لا؟ يعني في 10 هي 37، لا صحيح 37 يصير. فالمول على اليمن على بالنسبة إلى الملي مول، فإذا قسمناه حاسبة. أعزائي الطلبة، أنا راح أسهل عليكم العملية كلها، أحسبها من جديد لكم، هاي الطريقة اللي أنا اكتشفت أنه إحنا يعني بطريقة أخرى عاد نقدر نحسبها أسهل من الأولى، بس أنا أشرح لكم إياها ببساطة. إحنا بما أنه كل الأرقام متساوية
فالفاكتور الواحد اللي هي أرقام بالمعادلة شو تقول؟ إنه عندي 0.2 من الكونسنتريشن بالنسبة للسوليوشن للأستيك أسيد و 0.2 مول من الصوديوم أسيتات، وكلهن في 100 مل، كلهن موجودات الآن 50 مل مجموعهن وخففناهن إلى 100 مل سويناهن، تمام ولا لا؟ فأصبح الآن كلهن متساويات. الآن الريشيو بين الأسيد والسولت هي نفس الريشيو، يعني الريشيو بين 46.3 إلى 3.7 نفس الريشيو. فإذا ليش ما أطبق قانون هانزل بيك إكويجن مباشرة بس أوجد الريشيو؟ فالآن أعطيكم الطريقة كم الآن على هالورقة، الآن أحسب لكم إياها من جديد. لاحظوا الفكرة شنو. الآن أنا عندي إيش قد عندي، خلينا ناخذ هذا القلم لون قدام. أول وحدة هي كانت 46 للأسد، 46 بوينت إيش قد كانت؟ بوينت 3، سأتأكد من عندها، 46.3 نعم. فإذا عندي هذه 46.3، لحظة، 0.3، والثانية هي ايش قد؟ 3.7، تمام ولا لا؟ فأني بدل ما أجي هسا أجي أضربها بال، عفوا، وين صارت هذه؟ بدل ما أجي أضربها بال 0.2 مول واطلع الكونسنتريشن جديد، لان نفس اذا اضربه بهذا 0.2 اضربه بهذا 0.2 يطلع نفس الشيء كانما. فاذا ما يحتاج، راسا اجي اقسم فوليوم على فوليوم. هي الاصح شنو نسوي؟ مثل ما قلنا 46.3 بالاصل هي وين موجوده؟ ب 100 مل، كل واحد مل هو 0.2 مول، فاذا اضربها في 0.2، تمام ولا؟ فإذا أنا بالضبط هذا هم راح شو أسوي؟ أقسمه على 100 وأضربه في 0.2، فأصبح نفس الفاكتور أضرب هذا في 0.2، وكل الأرقام الموجودة هنا راح أضربها بنفس الفكرة راح أضربها. فإذا ما يحتاج إحنا نجي نضرب ونتعبر وإحنا نطلع الكونسنتريشن المطلوب. الكونسنتريشن المطلوب هو ريشيو لوج اللي هو شنو عندي؟ السولت الأسد. إذا طلعت هذه بقى عندي الـ pKa معروف وعندي الـ pH المطلوب، فأصبحت واضحة المعادلة. فبما أنه الآن الريشيو الأول وحدة هي 46 للسولت، العفو 3.7 تقسيم إيش قد؟ 46.3، أطلعها بالكالكوليتر. الآن هذه three point seven تقسيم 4.64.3 فيطلع عندي 0.0799. طبعا بعد ارقام هواي بيها بس هذا الرقم المطلوب. اخذ اللوج مالته هذا، اخذ اللوج ارجع للكالكوليتر اقول الان لوج مالته ماينس 1.0 شكد كان؟ 0.097. اذا اقول الان pH equal to pKa اللي هو 4.6 احنا نعطيكم اياها هذه مال اسيتات، ماينس 1.097، فيصبح ال pH تساوي لنا الواحد يروح من الأربعة تقريبا يبقى 3، وال 0.097 إذا تحسبها تقريبا يطلع بحدود 500 and يعني تقريبا جوز 3.3 أعتقد إذا ما مشتبه. زين هذا يطلع ال pH الأول، وأول واحد هذا أول واحد أنا أسجل هنا ال pH مالته
أقول جد 3.5 تقريبا، هذا 3.5. أجي أحسب للثاني، هم أقول ratio 30.5 إلى 19.5، 30.5 إلى 19. الصولت هو 19.5 إلى 30.5. أروح للكالكوليتر، 19.5 تقسيم 30.5 يطلع النسبة 0.639639، وأخذ اللوج مالتها رأسا. أوكي 19.4، فإذا يطلع الدي 0.639، واللوج مالتها يطلع 19.19.4. أرجع لها تأكد ماينس، طبعا بالماينس، ماينس 0.19.4 تأكد، نعم 19.4. زين احنا إذا رجعناها إلى المعادلة، الـ pH تساوي لنا pKa اللي هي 4.6 ماينس هاي الريشيو اللوج مالتها اللي هي العفو زائدا في الناقص، يصير ماينس 0.194، وتساوي لنا تقريبا مو مس شوف صار 4 point يعني بحدود اذا 0.2 قلنا يعني تقريبا هاي 4.4. فاذا شوفوا لاحظوا هسه الان هسه المعادله ايش راح يسوي لي اياها، نرجع الى نرجع لهذا يصير 4 point. هذا ال pH الثانيه كانت 5، هاي 4.4، هاي 4.4، هاي 3. هاي الاولى كانت 3.5 صارت 4.5، البعدة اتوقع راح تصير تقريبا 5، البعد راح اتوقع تصير 5. يعني حسب الكونسنتريشن مالت هذا، فتلاحظون لما كان الكونسنتريشن مالت الاسيد كثير البي اتش مالتي قليله، لان الاسيد هو الاساس. لما صار الكونسنتريشن مالت السولت شوي زاد، زادت عندي البي اتش لانه هذا البيسك. زين لما زاد عندي وهكذا، لما يصير عندي اخذ الكونسنتريشن اللي بعده وهو الان اراكم اياه الكونسنتريشن بعده شنو هو، الكونسنتريشن اللي بعده بالسؤال، وين السؤال هذا 25 إلى 24، 25 إلى 24 متقاربات تقريبا، فاحتمال 50-50. هنا دور 20 أتلاقي دور صار عندي السولت أكثر من الأسيد، فالصورة راح يكون فوق خلينا نقول فوق 7 يجوز يطلع، وهكذا. هذه الطريقة شلون نأكدها لما عندنا pH meter؟ هسه احنا هاي من طلعت عندي النتائج، أفرض هاي طلعت 3.5 4.5 5.5، قول مثلا بعدها 6.6 مثلا او 7 وهكذا، شنو الدليل على ان هذه صحيحه؟ اجي اقيس هاي المحاليل اللي بالفلاسك، اجي على اجي اقيسها بالبي اتش ميتر، بي اتش ميتر اشوف هذه اللي هي بالبي اتش ميتر بالجهاز نفس الكالكوليشن، فتاكيدا على الماثماتيكال ميثود، هاي ماثماتيكال ميثود وهذه على اساس الالكترونيك ميثود، الكترونيك الكتروك او الكتريك ميثود اللي هي طريقه ال بي اتش ميتر. هاي تجربتنا لهذا اليوم، يدل على انه احنا قياسنا صحيح. اكو بعد نقطه اللي هي مات ال بي اتش كاباسيتي. بالبي اتش كاباسيتي ايش راح نقيس؟ راح نحاول نضيف او اتش يعني ان اي او اتش نضيف، ونشوف ايش قد تاثرت البي اتش، ونضيف HCl ونشوف ايش قد اثرت البي اتش، فنشوف البفر كاباسيتي. طبعا من نضيف راح نضيف كونسنتريشن محدد، فراح نقول السولت زائدا مثلا الاو اتش اللي انضافت، وعلى الاسيد ونفس القضيه نسوي بي اتش تساوي لنا بي كي اي لوج هاي الكميه اللي ضفناها. ها
همتين، هاي بس حساب، بس هذه عندنا مختبر مفصول وشغل به هواية. وأيضا نطلع الكميات، وراح نطلع إيش قد البفر كاباسيتي، وأحسن بفر نقدر نقول نعتبره هذا هو الرينج اللي أو الكونستريشن اللي ممكن نستخدمه، لأن هذا معتمد على الكونستريشن مالت الـ OH، معتمد على الكونستريشن مالت الـ HCl. أيهما راح نضيفه راح يعطينا بالضبط كمية البفر سوليوشن اللي راح نقدر نستخدمه، الكونستريشن مالته ايش قد اللي راح نستخدمه كبفر كونستريشن. هذا تقريبا تجربتنا لهذا اليوم اللي هو في موضوع قياس ال pH، سواء as mathematical method لو as شو اسمه حالة قلنا بالالكتروميتريك ميثود اللي هو جهاز ال pH meter. قلنا بالنسبة لللتمس بيبر اللي أول ذني اللي هي الكالوريمتريك ميثود شوية نوت أكيوريت، ما نقدر نعتمد عليها. زين، أكو مسألة أخرى أتناقش بها وياكم، هي موضوع أعتقد عندكم بالمحاضرة سؤال هو يسألوني عليه، وهو أنه ليش استخدمت المعادلة في موضوع حساب الأيزو الزويتر ايونيك زويتر ايونيك كومباوند، اللي هو السؤال هذا، السؤال مالتكم انتم اللي دا تسألون عليه هذا. اعتقد العفو على هذا السؤال، السؤال هذا انه هذا الاوكسي تترا سايكلين هذا كم بي كي اي بي بي اده بي كي اي 3.3 بي بي كي اي 9.7.3 بي 9.3، اذا هذا سويتر ايونيك كومباوند، متفاهم ولا لا؟ اذا الزويتر ايونيك كومباوند لازم نعتمد عليه من على حساب، لازم نحسبه على اساس حساب انه اذا كان الايزو الكتريك بوينت، الايزو الكتريك بوينت فوقها اباف ذا ايزو الكتريك بوينت لو بيلو، هاي القانون مالتها عندنا ات بي اتش فاليوز بيلو ذا ايزو الكتريك بوينت، نستخدم هذا القانون اللي هو قانون تقريبا يمثلنا مثل القاعدة، هذا من نحسب الويك بيس بهالطريقة نحسبه بالنسبة للبفر سوليوشن. وإذا كان عندي ال pH value above the isoelectric point نحسبه على هذا القانون، هذا القانون مالت الويك أسيد، تمام ولا؟ شنو هو الايزوإلكتريك بوينت؟ حتى تقول لي شنو الايزوإلكتريك بوينت؟ أنتم الآن من أخذنا بالنسبة إلى على سبيل الفرض مثال التريبتوفان، تريبتوفان كم بي كي اي بي؟ بي 2.4 و 4.9.4، تمام ولا لا؟ 2.4 و 4.9، من نجمعهن ذن الاثنين يطلع 11.8، اقسمهن على اثنين يطلع الرينج البي كي اي بالوسط هو ايش قد؟ 5.5.4، هذه هي تمثل لي الايزو الكتريك بوينت، ايزو الكتريك بوينت هاي النقطة. above this one I will use يا هو الأبوف، أستخدم هذا القانون، قانون اللي كان ما شنو هو اللي هو مع الأسد. ليش؟ لأن above this one it will be maximum solubility، maximum solubility راح يذوب بشكل قوي. ليش؟ لأنه هنا بهاي الحالة إنه راح يكون ذاك بشكل طريقته بعنوانه كأسد زين، وهو يذوب بالبيز بشكل سريع. العكس يعني مثلا لما يكون بيلو ال 4.5، هذا البيلو استخدم هاي الطريقه، وهو استخدم طريقه قانون الويك بيزز، فويك بيزز ويا الاسيد ايضا راح يكون ماكسيمم سولوبيليتي، ماكسيمم سولوبيليتي. فاذا انا اذا حتى ما احكي على الماكسيمم سولوبيليتي او لا، استخدم هذا القانون، اقول الان عندي السؤال كان هذا مثلا السؤال الثالث، الان عندي سؤال ثالث شبي بالعفو هذا السؤال اللي هو ب 3 الكتريك بوينت، عفوا 3 بي كي اي 3.3 و 9.3، تمام ولا مجموعهن 12.8، ايش قد يصير عندي التقسيم 2 باعتبار ان 2 بي كي ات 2 6.4، اذا الايزو الكتريك بوينت مالتي ايش قد؟ 6.4، الايزو الكتريك بوينت 6.4، اذا اقسم above ايزو الكتريك بوينت اور بيلو ذا ايزو الكتريك بوينت حسب هذه القاعده اللي معطيكم اياها. فاجينا هسه نجي نطبق القانون، نشوف انه بحاله
اللي هو below the pH، هو ال pH 7 يعني below ال isoelectric point يعني. فمن قلت من قل at pH value below 7 اللي هي قريبة لل isoelectric point، the pH at which this راح نستخدم هاي القانون، قانون هذا قانون الويك بيس تقريبا، اللي هو ال S اللي فوق وال S minus S not. بينما في حالة ال above the pH above pH value 7 يعني above the isoelectric point استخدم قانون، استخدم هذا النوعية. ولذلك يطلع عندي هنا يقول at pH value between 3.7 3.4 الأولية وهي الثانية اللي هي 7.55 هاي الفاليو مال pH value solution containing 1.4 milligram per centimeter oxygen will be precipitate. إذن at value between هذه أو هذه ال solution containing 0.14 point هذا راح يصير precipitation. العفو. إذن above this one it will be maximum solubility, below this one it will be maximum solubility. هو دي أسألك عليه من؟ أسألك عليه من؟ على ال على ال precipitation. لأن السؤال شو يقول؟ يقول لك calculate the pH which tetracycline hydrochloride اللي pKa مالته هذني ولا precipitate راح يذوب راح يترسب. شايف الفكرة شلون؟ وما دي أسألك عليه من؟ على ال maximum solubility. ده يسألك على اليمن على ال precipitation. تقول له السؤال جوابك below it at pH between 3.4 إلى 7.56 the solution contain 1.4 milligram per centimeter cubic then هي oxytetracycline HCl will precipitate. هذا المطلوب لهذا السؤال. هذا كان جوابي واضح فأنا ما عندي مشكلة. هذا إضافة إلى المختبر اللي سجلت لكم إياه. الآن المطلوب من عندنا شنو هو؟ مطلوب هذني المختبر اللي حفظته والمختبر اللي قبله، المختبر اللي سجلت لكم إياه بالفيديو، وهو موضوع الـ 3 component system على ما أتذكر. هذني اثنين راح يكونوا كوبين إجزام واحد حتى نحط لكم مع الإجزام القديم عندكم درجة بيها مع الحضور مالتكم حتى نحسب لكم درجة المختبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.